تكتل ويعني صدادات كده قدام منطقه الجزاء، ودي خطيره بقى، دي خطيره بقى، دي خطيره حلوه في اليمين عند مصطفى سعد. 3 على 2، 3 على 2 مصطفى سعد، لعبه البينيه حلوه. شادي، شادي يا ولد يا شادي، يا ولد يا شادي، الاتحاد السكندري يضغط وشادي حسين يسجل الثالث. سيراميكا كليوباترا يتقدم بالثالث. مصطفى سعد بينيه حلوه، وشادي حسين يخطف من بعيد الهدف الثالث لمصلحة سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 7. المباراة لم تنتهي بعد، يا ولد يا عبد الرحمن يا رمضان، لمصطفى. شوف مصطفى لعب البينية حلوة، حلوة لشادي اللي خطفها على شمال أحمد يحيى، هو الهدف الثالث لمصلحة سيراميكا كليوباترا. أحمد سامي بيقدم يعني طريقة حلوة، اعمل اللي انت عايزه بس ما تقربش من منطقة جزائي حتى لو حصل ايه، لكن اي مرتدة هلعب عليها. يا ولد يا شادي، يا ولد يا شادي، صعبة على احمد يحيى، صعبة. احمد يحيى اللي كان متقدم عشان اي عرضية